السلام عليكم أحبائي ومتتبعي الكرام. كما تشاهدون اليوم، هذه آلة الحلاقة من نوع مزار كما تشاهد الآن. سأقوم بتجربة هذه آلة الحلاقة. كما تشاهدون أني قمت بتوصيلها بالتيار الكهربائي، لكن عندما أقوم بتشغيلها في زر التشغيل كما تشاهدون، الآلة الحلاقة لا تعمل. كما ستشاهد الآن أني أقوم بمحاولة أخرى، فإن آلة الحلاقة لا تعمل. ولهذا السبب سأقوم بفتح آلة الحلاقة لمعرفة سبب عدم اشتغالها. والآن سنقوم بفتح البراغي الموجودة على آلة الحلاقة بهذه الطريقة كما ستشاهد الآن، وسأقوم بفتح القطعة البلاستيكية التي تكون فوق آلة الحلاقة بهذه الطريقة كما ستشاهد الآن. وأول شيء يجب القيام به لفحص آلة الحلاقة، وهو معرفة هل كابل آلة الحلاقة يوصل التيار الكهربائي إلى آلة الحلاقة، أو أن جهاز الأنتربتور أو مفتاح تشغيل لا يشتغل. إذا سنقوم بتجربتهما لمعرفة هل هما أحد سبب عدم عمل هذه آلة الحلاقة. إذا سأستعمل الملتيمتر لقياس الكابل والقاطع التيار الكهربائي. إذا أولا سنقوم بقياس الكابل، وذلك باستعمال الملتيمتر وقياس القطب الأول والقطب الثاني. إذا سأحاول نزع هذه القطعة البلاستيكية العازلة لقياس هذا الكابل هل يوصل للتيار الكهربائي، ثم أقوم بقياس القطب الأول وسأقوم بقياس هل يوصل التيار الكهربائي بهذه الطريقة كما ستشاهدون الآن. كما شاهدتم أن القطب الأول يوصل التيار الكهربائي، إذا سأقوم بقياس القطب الثاني لهذا الكابل، وكما تشاهدون الآن أن القطب الثاني يوصل التيار الكهربائي، مما يدل على أن الكابل ليس به أي شيء فهو يوصل التيار الكهربائي. إذا سأقوم بقياس مفتاح التشغيل لمعرفة هل يستجيب لتشغيل آلة الحلاقة أم لا. إذا سأقوم بقياسه الآن، ثم أقوم بالضغط على زر التشغيل لقياسه مرة أخرى لمعرفة هل يوصل التيار الكهربائي أم لا. إذا سأقوم بقياسه مرة أخرى. كما تشاهد الآن أنه يوصل للتيار الكهربائي. سأقوم قطع التيار الكهربائي لقياسه مرة أخرى كما ستشاهد الآن أنه لا يوصل التيار الكهربائي، لكن عند الضغط على زر التشغيل فهو يوصل التيار الكهربائي، مما يدل على أن جهاز قاطع التيار الكهربائي ليس به أي مشكل والكابل ليس به أي مشكل. إذن أن فقط القطعة التي توجد بداخل هذه آلة الحلاقة هي سبب عدم اشتغالها، والتي سنقوم بفتحها ومعرفة سبب الذي يجعل أن التيار الكهربائي لا يصل إلى الجهة الأخرى، وذلك أن هناك قطبين لهذه الآلة التي توجد بداخل هذه آلة الحلاقة. إذن سأقوم بفتح البراغي لنقوم بنزع هذه القطعة لفحصها ومعرفة سبب عدم توصيلها للتيار الكهربائي. إذا سأقوم بفتح البراغي لهذه القطعة الإلكترونية الموجودة داخل آلة الحلاقة، وسأقوم بنزعها. وكما تشاهد الآن هذه القطعة الإلكترونية، إذا سنقوم بفحصها لماذا لا توصل التيار الكهربائي من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. إذا سنقوم بفتح هذا اللاصق الموجود هنا لمعرفة هل هذه الكابلات توصل التيار الكهربائي أم لا. إذا سأقوم بنزع هذا اللاصق الموجود على الأسلاك الملتفة حول هذه القطعة والتي هي بالداخل. إذا سأقوم بنزع هذه القطعة أو الكابلات المتصلة بها لمعرفة سبب عدم اشتغالها. وكما تشاهدون أني عندما قمت بنزع هذه القطع البلاستيكية الموجودة هنا
من داخل هذه القطعة الإلكترونية، ولاحظت أن الأسلاك المرتبطة بهذه القطعة هناك سلك منفصل عن مكانه في هذه القطعة في هذا المكان. إذا سنقوم بنزع هذه القطعة البلاستيكية والقيام بتعديلها لتوضيح ذلك. وبعد أن قمت بنزع القطعتين البلاستيكيتين من مكانهما العازلتين لتماس التيار الكهربائي، لاحظت أن السلكين كانا منفصلين عن مكانهما رغم اتصالهما في مكانهما كان منعزلين. إذا سنقوم بتلحيمهما مجددا، فهذا هو سبب عدم اشتغال هذه آلة الحلاقة. إذا سأقوم بتلحيمهما ثم نقوم بالعودة للتجربة أمامكم. كما تشاهدون هذا هو السلك المنفصل عن مكانه. إذا سأقوم بتلحيمهما معا ثم نعود للتجربة. مرحبا بكم في القناة، ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش تضغطوا على الجرس. وبعد أن قمت بتلحيم القطعتين التي كانتا منفصلتين عن مكانهما، الآن سنقوم بقياس هذه القطعة الإلكترونية هل تصل التيار الكهربائي أم لا. إذا سنقوم باستعمال الملتيمتر لقياس هذه القطعة، ثم سأقوم بقياسها من هذا القطب والقطب الثاني. كما تشاهدون أن هذه القطعة الآن أصبحت جيدة وتوصل التيار الكهربائي. الآن يمكننا القول أننا قمنا بإصلاح هذه القطعة، والآن سنقوم بإرجاعها إلى مكانها لنقوم بالتجربة ومعرفة هل هذه الآلة الآن أصبحت جاهزة للاستعمال. إذا سأقوم بإرجاع كل شيء إلى مكانه، وذلك أننا سنقوم بإرجاع البراغي التي قمنا بنزعها من مكان هذه القطعة التي قمنا بنزعها في هذه الآلة الحلقة. إذا سأقوم بإرجاع البراغي إلى مكانها وكل شيء إلى مكانه، ثم نقوم بالتجربة مجددا لمعرفة هل ستشتغل هذه الآلة من جديد أم لا. إذن سأعود إليكم بعد القيام بتجميع هذه آلة الحلاقة. والآن بعد أن قمت بتجميع آلة الحلاقة، سأقوم بتجربتها وبوضعها في التيار الكهربائي. الآن سأقوم بالضغط على زر التشغيل للتجربة أمامكم كما تشاهدون الآن. وكما تشاهدون آلة الحلاقة تشتغل الآن جيدا، كما لاحظت أنها تشتغل بطريقة جيدة. فهذا كما شاهدتم الآن أن فقط هذه التي كانت سبب عدم اشتغال هذه آلة الحلاقة. وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وشكرا لكم وبالتوفيق والنجاح، وإلى اللقاء. مرحبا بكم في القناة، ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش
تنساوش تضغطوا على الجرس.